بمناسبة بقى ذكرك لفيلم الحياة الفيل الأزرق وقمة التواضع، يعني نجاح فيلم الفيل الأزرق، طبعا الفيلم كان فيه نجوم كبار وكلهم طبعا ما شاء الله أدوارهم جميلة، طبعا لكن ما نقدرش ننكر إن لحد دلوقتي الناس كلها كانت خارجة من الفيلم لا تخافوا ولكن احذروا. تيك توك، أنا عايزة أعرف بقى قبولك للدور، وهل حسيتي إن الدور هيعمل الفرقعة دي كلها لحد دلوقتي؟ حتى دي إفيهات بتتقال ما بين الناس وهاشتاجات من أعلى الهاشتاجات يعني. لا الصراحة ما كنتش متوقعة للدرجة دي، يعني توقعنا نجاح الجزء الأول اللي هو أصلاً نجاح كبير جداً. أنا كنت قلقانة جداً لأن أنا اتحطيت في مقارنة مع خالد الصاوي العظيم. يعني انا حتى قلت ساعتها لاحمد مراد ومروان حامد الكاتب والمخرج، قلت لهم طب انا هاجي اعمل ايه بعد خالد الصاوي؟ يعني انا هعمل ايه خالد ما عملوش؟ لكن في نفس الوقت انا فرحت جدا لحاجه، انه الادوار النسائيه كان بقالها كتير مسطحه جدا وصغيره ومهمشه، والراجل هو اللي بيتكتب له الدور الحلو، والست اللي هو اي احط لي كده بس خطيبه او زوجه او اتبسطت جدا انه شخصيه فريده ولوليا قائمين بذاتهم، شخصيات حقيقية فيها أبعاد، فيها شغل مركبة معقدة. فصراحة ده جذبني رغم مخاوفي الكبيرة، يعني رغم أن أنا خفت، لكن قلت لا أنا مش هيجيلي دور زي ده كل يوم يا رب. وده نداء فعلا، يعني أنه لا يا جماعة الستات كمان محتاجة أدوار مركبة وتقيلة كده.